خليه يجيني بس. مع السلامة. الحق يا حاجة الحقي، ست شوق جت. شوق؟ ودي ايه اللي جاب؟ في ايه يا شوق؟ كرامة؟ قاعدة لوحدك كده ليه؟ ايه ده؟ انتي بتعيطي؟ صدقيني يا كرامة، أنا مش عايزة أكون سبب في أي حاجة توجعك. هو انتي زعلانة إني حامل؟ انتي خايفة مني؟ بتكرهيني؟ أنا عرفت من شرابية إن انتي كنتي بتروحي الدكتور. بطلتي تروحي الدكتور من بعد ما اتجوزت خميس. ليه يا كرامة؟ هو انتي بتتعالجي عشان نفسك ولا عشان أي حد تاني؟ هو انتي مش عايزة ترجعي تتكلمي تاني؟ خلاص والله انا بنت حلال مصفي اني اشوفك قبل ما امشي. يا اهلا بمراتي الغالي وام اول حفيد هيفرح عيلتنا ان شاء الله. اهلا بيك. انا شوق مرات الخال، فاكرني ولا نسيتيني؟ لا فاكراكي. ازيك؟ الحمد لله. بنتي يا كرامه ينيلك، انت لسه يا بنت متكومه زي البقجه؟ ما وحشتكيش؟ مش عايزه تقومي تسلمي عليا وتاخديني في حضنك؟ هي خايبه كده هتفضل طول عمرها. طب اسيبكم انا بقى. لا تسيبينا، ده ايه؟ ده انا جايه لك مخصوص عايزاكي في كلام يخص. اقعدي بس، مش عايزاكي تجيبي سيره ان انا اللي قلت لك الكلام ده. انا قصدي مصلحتك، ومش عايزاكي تترمي رميه المحروسه دي. انت عايزه تقولي ايه بالظبط؟ علشان ننجي مهاوري من اللي هو فيه لازم نعرف الأسباب اللي وصلته لكده الأول. أنا شخصياً عارف الأسباب. الهباب اللي بيبلبعه ده، الهباب ده نتيجة بس مش سبب. يعني حالة مغاوري مختلفة تماماً عن حالة شادي، ولكن في النهاية الاتنين راحوا لحاجة واحدة. يا دكتورة، كل الطرق دلوقتي تؤدي إلى الترامادول. يا حضرة الضابط بلاش يأس، زي ما نجحنا مع شادي ممكن قوي ننجح مع مغاوري كمان، بس بشرط. اللي هو لازم نلاقي له حلول على أرض الواقع، مش مجرد نقعد نقول كلام حلو وخلاص. يعني نحس بيه الأول، نسمعه ثانياً، ونساعده ثالثاً. ونصدقه يا دكتورة، مهم جداً نصدقه. مظبوط، نصدقه. وانت ياما برضه هيخيل عليك الشويتين بتوع الشوق دول. انت سألتني على اللي قالته وانا قلتلك. ايه اللي في دماغك يا حاجة؟ خالك وقع في خية البت دي ورجله غرزت في الطين ومصارينا مكشوفاله، وبجيتها الليلة وراها إنا ولازما أجيب آخرها. هو ده، إحنا كده على الخط سوا. على العموم أنا عممتها بكلمتين وسبتها تمشي. ماشي، فهمت أنا وعرفت الباقي. زوز، على العموم هي حفرت الحفرة الروحة وسهلتها علينا. تحت أمرك يا فندينا. الحية خرجت الجهر، عايزك تلبد لشوق، تعرفي سكتها لحد فين وآخرها إيه. عايز أوصل للخال يا زوز. تحت أمرك يا فندينا. زوز. أيوة يا حاجة. شيع لي بجاشي. أيوة يا حاجة، بس بجاشي مشغول اليومين دول في موال الانتخابات. يخلص الموال ويجيني، قول له أنت بس كده. تحت أمرك يا حاجة. بالإذن يا فندينا. مش عايز الأذى يطول الخال يا حاجة. هو اللي أذى روحه لما مشي ورا مرة. ده برضه الغالي هو. وأنت ابني أفندينا، كبرنا وكبير السوق، وأبو الحفيد اللي مستنياه العمر كله، ومش هسمح لأي حد إنه يطفي فرحتي حتى لو كان أخويا.
وحبايبي أشكركم أشكركم. ومش معنى إن أنا نجحت في الانتخابات هبقى زي اللي قبل من النواب، لا، أنا ما وعدتش وأخلف. عشان كده اللي عاوز أي خدمة يجيني فورا، اللي عنده أي معضلة أي حاجة أنا تحت أمره، أنا مكتبي مفتوح 24 ساعة في اليوم. وقابلوني بقاش المر. اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. بقاش المر. اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. وبحذر بحذر الأصابع اللي بتلعب في الخفاء، أنا هقطع الأصابع دي وأعملها سجق. أيوة، والكيف هيكون لكل، قصدي الخير هيكون لكل واحد فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزع يا ولا خلي ليتكم تبقى نجف. مجاشي المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. مجاشي المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. مجاشي المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. يعني ايه زغت منكم؟ انتوا ايه بهايم؟ يا كبير، دي لففتنا كعب داير، تنزل بالتاكسي وتركب تاكس، واخرت المتمه لبست نقاب وركبت ميكروباص وتاهت وسط الزحمه. نقاب؟ لازم اعرف البنت اللي بتروح فين؟ وايه اللي بتعمله ده كله؟ عارف لو ما جبتوليش خبرها هجيب خبركم كلكم بساعة واحدة. اسمع، مش لازم براء يعرف اللي حصل. الواد طايش ممكن يبوظلنا الليله كلها. انت هتقول لي ما انا عارف، اعتبره حصل يا كبير. قلت لك 100 مره ما تشغلش دماغك دي، قول من وشي. ماشي. ماشي يا مطر. يا خاب، انت كده بتلعبها على تقيل قوي. ماشي ماشي ماشي. الحساب يجمع يا مطر، الحساب يجمع يا مرات ولادي الاثنين. انما انت عرفت ازاي يا باشا؟ خلينيش اغير رايي فيك يا خميس. خلاص دي حكايه، خلاص خلصت. خلصت ازاي؟ واللي في بطنها. الله، انت عرفت دي كمان؟ بقى رايح تخون بنت يا خميس؟ بعقد عرفي تخلف عيل، ومن مين؟ من رمانة. انت يا باشا مزعلك الجوازة ولا مزعلك العيل؟ ما تنساش نفسك يا خميس. اذا كان على الجوازة هي ورقة وضاعت، كان على العيل هي نزلته، يبقى فين المشكل؟ شوف يا خميس يا فندينا اللي بتفهم في الاصول، اللي يبص للشمس يتعمي، واللي يمس بنتي يتحرق. ملوش لازمه التهديد يا باشا، ملوش لازمه. بنتك تبقى مراتي وشايله في بطنها اللي يوصل الود بينا العمر كله، يبقى ايه لازمه الزعل؟ اللي عايز يبقى خاين يجي يتفرج علي النهارده. اخون في واحد خني بدل المره مي، مظلوم وهاب حقي بايديا، وزي ما هو بعفية حبيبي ورده نجراح وفوقهم جرح دي، هضل حبه من جوه وهجرح واخدع بقوه. انا المرة دي مستفية، مش انا اللي ابتديته، علت في ناس ملغاش اساس تطلع عليه. ما هي لما تبقى البذرة خير هتطرح، هي بقت كده اخرتها كده، هي بقت
نفسكم هو انتوا ايه مش مكسوفين من نفسكم سقيتوا ليه العذاب بعتوا برخص التراب اهو جه وقت الحساب حضرتوا تقولوا ايه ده العمر معاكوا راح مش بعتوش من الجراح طب فين احساس جراح ما تردوا سكتوا ليه هي بقت كده اخرتها كده هي بقت كده اخرتها كده مشكليكم منكم انا قلبي عاش طول عمره صايم حبكم حالك في ناس ملغاش اساس تطلع لي ما هي لما تبقى البذرة خيرة تطرحي ده شغل وسخ ومتعص ندالة وريحة النوح فايحة منه هو وابنه السوق اليمين دول ابوابه مفتحة وشبابيكه مفندقة انما يمكن مفيش يمكن يا ابن ام خميس النوح وابنه صوابعهم بتلغوص جوه بطن السوق عايزين يزحوك من على العرش اللي مستنيك على فكرة العمروتي مغير عشان حدوته ترمانة والجوازة الشوم الله الله مفيش حاجة بتستخبى خالص بقولك ايه اعمل قافلة انا مش فايقلك الليلة طب ما لو عارف بميعاد بكرة هيقير اكتر وايه اللي هيعرفه هم برضو اللي يقولوله ما هم ناس وبرضك لو عايزين يبلغوه كانوا بعتولك عن طريقه دول ناس ملهمش ناس لهم مصلحتهم وبس ولازم مصلحتهم تبقى معاك علي الطلاق بالتلاتة أنا على كل اللي بقيت فيه ده وما خدتش منك إلا القليل يا أم خميس بس واخد من خالك الكتير خصوصا في غرزة النسوان يا ابن أم خميس طب سامي سامي قولي إيه رأيك في أول أطفى من مزاج الأصلي يا السلام شغل زمان ايوه وهتسميها ايه من طلب العلا عشان العيل من هنا ياخد النفسين يخش على الامتحان ياكل ورقه الامتحان اكل عليا النعمه انا لو من الحكومه لازم تبقى وزير تربيه وتعليم ياما مستعجله ياما انت على طول ما بدري ياما بدري مش في المرحله دي على الاقل دي فتره انتقاليه يا اخويا انت اللي كسلان برضو يتوب علينا ربنا تعالي بس تعالي تعالي بس يا منى بقى كفايه اللي شربته وانا مش شايفه قدامي يا بنت الصنف لسه نازل السوق انما ايه حكايه خدي ده ب 200 جنيه خليه معاكي وتعالي شدي بقى معايا من ده صنف ايه بس ده انا نفخي ورم بصي كيس ليه 7 صنايع يا سلام ده بقى اللي يخلي ايه كلام الكتب يلزق لنافوخك وعينيكي تفنجري ومهما شربتي ولا يبان عليكي ولا حد يشك فيكي ده غير المزاج الروف كل ده تقلق على اللي هيفصلنا بقى ده اسمه من طلب العلا صباح الفل لا 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 تمام مش طالبه معايا العلا بتاعك ده يا بنت انجزي قبل ما حد يطب علينا شدي هو ده بقى اللي ايه بالمناخير على نافوق دغري قلتي اسمه ايه مش قادره يا بيسا مش قادره يا اختي حاسه ان جسمي كله مكسر كاني واكله علقه مش كنت برد
ما قلتلك يا حبيبتي انتي مش حمل رأس دلوقتي، بلاش عشانك عشان اللي في بطنك. ايه ده؟ مين اللي جاي دلوقتي؟ روحوا شوفي مين واوعي تدخليلي حتى انا مش ناقص. ربك يستر. قبل رمانة واحدة عايزاكي برا. واحدة مين دي؟ معرفهاش. ازيك يا رمانة؟ انتي؟ يا حاستك السودا يا ام سامية، اتقرع عليكي يا ام سامية انتي ونسوانك. ايه الحكومة طبت؟ اطير انا. تعالى اطير في النايم انت خوسه يا ابني. وايه اللي حصل؟ هنسي بصودة وقعت على دماغي، اربع بنات كنت بعتهم دليفري يا اخويا ومعاهم السلطات، رجعت لي السلطات والبنات ما رجعوش. ايه كلوهم؟ لا قفشوهم، بس الطمع الكبرى بقى والمصيبة الكبرى ان بت فيهم متهمينها بقتل زبون. الزبون أكل أكل. والله ما صدقت نفسي لما جنابك بعتيني ونولتيني الشرف إني أخد البركة من إيدك يا حاجة. روح أنت يا مطني. حاضر. استنى، روح قول لشرابية تعمل فنجان قهوة سكر زيادة للنايب بتاعنا، مش أنت برضو بتحبها زيادة؟ كل اللي يجي منك بزيادة يا حاجة. روح أنت يا مطني. أمور يا حاجة. أقعد يا بجاش. خدامك يا حاج. بلغني انك بقيت متصيط على الاخر وقعدت على الكرسي وبقيت من كبارات البلد. والله كله بانفاس افندينا يا حاج. وبرضه مهما كبرنا ما ننساش اصلنا. مظبوط يا حاج. وانا بقى طمعانه في اصلك يا بجاش. اصلي وفصلي رهن امرك يا حاج. يعني لو قصدتك في خدمه تعملها لي؟ رقبتي يا حاج. لا مش عايزه رقبتك انت، انا عايزه رقبه تانيه. رقبه مين يا حاج؟ اه ده الكلام المظبوط صحيح، ما يجيبها الا. لكن تفتكر ان ضاويه ممكن تبلع طعم زي ده؟ تفتكر انت لو ما كانتش ضاويه بلعته كانت هتسيب شقه، قصدي الست شقق، تروح على رجليها. ايوه قول كده بقى، انت كنت راميني طعم كبش في ده. نجحت خير وبركه، فشلت يلا هي في 60 داهيه وخدت الشر وراحت. اخص عليك يا نور، قصدي يا معلم. ده انا ينقطع لساني قبل ما ينطقها، واحنا برضو نقدر نستغنى. انا بس نفس المعلم ابو سنه يقدر الدماغ اللي احنا بعتناه. يعني ابويا يعني يقصد يقول ان هو كان متاكد من امكانياتك يا ست شوق عشان عارف مؤهلاتك صح يعني، وعارف انك هتنجح في العمليه دي. من الاخر ممكن اعرف بقى يا معلم انت ناوي على ايه بالظبط؟ تحط ايدك في ايد افندينا وجيب لنا المستخبي. هنعيده تاني يا معلم نوح. اصبر يا ابو سن، خلينا نسمع الراجل. وانت يا معلم لو حطيت العواطف على جنب وشغلت مخك معايا هنبلع السوق كله باللي فيه. افندينا خلاص هياخد الاستماره الصح لانه حط رجله في عيش الضبابيه وقطع عيش معلمين كبار كانوا عايشين على البودره ومعلمين تانيين كانوا عايشين على الحبايه. صدق عليهم كل البيبان يا معلم ابو سنه، عمل خلطه براني وختمها باسمه وبقت الحنفيه في ايده، يفتح وقت ما يفتح ويقفل وقت ما يعوز يقفل. ده غير بقى المشوار اللي وصلنا له بتاع الست شوق والمفك اللي اتضرب في الصميم بينه وبين الباشا. اسكت، مش انا اتكعبلت في مفك تاني كده بالصدفه وانا داخله عندهم؟ مفك تاني ايه ولا مؤاخذه يا ست شوق؟ قفشت افندينا مع انتي مستخبي جنب الفيلا ومش عايز حد يشوفه، وهي عامله لي مستوره مغطيه وشها بطرحه سودا، بس انا قفشت الفيلا. يعني عرفت هي مين؟ ما
ازاي تخش عليا الاوضه بالطريقه دي؟ والنبي ما عارفه اقول لك ايه يا ست مطر. انا راكبه عماله اتخبط في رجلي. في ايه؟ جيت اخرج من البيت لقيت واحد بيقول لي ممنوع الخروج بامر من المعلم. ببص من الشباك لقيت الرجاله محوطه البيت من كل ناحيه زي ما يكونوا حابسيننا. جيت اقول لك جاري. حابسيننا؟ هو في ايه يا ست مطر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. خوش عمديد. خوش عمديد. خوش عم جامد. اتفضل مستر شايش. يعني ويرحب بكم افندينا. اهلا. قول له الف مرحب والف سهل. اقعد نضيف نضيف. اتفضل. یہ تنظیم جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے آشیش کے کام کے بازاروں میں ہے جس نے مصر کے بازاروں میں اس کی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کر دیا ہے. جميل. المنظمة التي هو بيمثلها متابعة نشاطك الملحوظ في نشر الحشيش وعدد مكانته في السوق المصرية وبيشكروك على المجهودة دي. لا شكر على واجب. نحن خدمين المزاج. وكتنك اسبر يا همارا فرض بنتا كام آپ کا شكر ادا کرتا. فرض جامد. یہ آپ کو اس بات کی طرف بھارتی ہے کہ وہ حشیش جو ہند کی طرف سے لائی جاتی ہے نایاب اور نادر ہے جو مصر کے صحراؤں میں نہیں پائی جاتی. ومستعدين يمدوك بالمادة الأصلية الحشيش المستخرجة من أناث نبات القنب الهندي ودي نبات نادر غير التي بيتزرع في الصحراء هنا. يا سلام. وقول له إن خلطة الكيمياء جاهزة أخدها منهم بالغالي وأخلطها هنا وأبيعها رخيص رخيص. قول له يا جو كيمياء جو آپ سے تیار شدہ لیتے ہیں ہم آپ سے مہنگے داموں میں لیتے ہیں اور یہاں پر اس کو سستے داموں میں بیچتے ہیں. وهنغرق السوق. هنغرق السوق ونسيطر عليه. وباي باي عمروتي وشركائه. قول له ان تمام سے جو ہے وہ ان کو اپنے قبضے میں لے کر ان پر حکومت کرتے ہیں. پھر بر حکم تری ہو بر یلے. میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کر سکتے ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ یہ ہیں جو کیمیکل مٹیریل کو سپلائی کر سکتے ہیں. وبيقول لك هو متأكد انك تقدر ووعد منهم انت هتكون المنبع الرئيسي للصنف والكيمياء. كلام جميل. في الجون ماري لي هاريم بانجر لي هير لي. يا سلام يا سلام يا سلام. يتوب علينا ربنا. وقد قررنا حبس المتهمات 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين الفصل. في ايه؟ تعالى صاحب الكارت ده طالب يقابل سعادتك. نضران الشواف خليه يدخل. اتفضل يا استاذ. صباح الخير يا مصطفى بيه. انا بدران الشواف وكيل البلد. هنبقى دفعه واحده وهتعرفني بنفسك. ازيك يا مصطفى بيه. ازيك يا مصطفى بيه. اتفضل. اهلا بدران. اهلا. قول لي بقى انت جاي في ايه؟ جاي في ايه؟ جاي مع البنات دي. انا الوكيل بتاعهم. بنات الغلابه دي اللي انتوا متهمينهم ظلم، اللي من ضمنهم بنت متهمينها كمان بالقتل ظلم برضه. وانا من البدايه كده بطعن في اجراءات المباحث. قبل الطعن وقبل المرافعه اللي انا شامم ريحتها مش تقرا المحضر الاول؟ مش ده اللي اتعلمته يا استاذ؟ أنا خلاص ما بقتش عايزة حاجة خالص. كده كويس قوي. الحكاية مش حكاية عيل ولا ورقة.
الخيانة إحساس بشع والإهانة إحساس أبشع. أنا فعلا لازم أعمل كده وحالا. على فكرة يا عمروتي، رومانا ما نزلتش البيبي. عموما أنا بعدت أجيب البت المتهمة في جريمة القتل في الشقة المشبوهة، مش هي دي اللي أنت جاي عشانها؟ وعشان البنات اللي اتمسكوا معاها في حالة تلبس، مش هم دول موكلينك يا متر؟ من غير تقطيم يا مصطفى بيه، اللي أنا فيه ده نتيجة طبيعية لكل اللي بيحصل حوالينا، ولا إيه؟ وبعدين دول الموكلين لجأوا لي وثقوا فيا ووكلوني، وأنا لازم أدي واجبي. أنا شفت اسمك في قضايا أرخص من دي بكتير، وكنت بحزن قوي. ده شغلي. شغلي يا مصطفى بيه. بعدين جت عليا أنا. ناس كتير ما تسويش، بتدافع عن ناس ما تستاهلش، وبالطريقة دي الاتنين بيكبروا. بس بيفضلوا صغيرين قوي قدام روحهم. أنت استسهلت يا متر، وسخرت مواهبك في قلب الحقايق، وما شفتش من القانون إلا ثغراته. ما البلد كلها اتملت ثغرات وبقى يسموها فرص. من حقي بقى انا كمان استغل اي فرصه عشان اطلع لهم فوق. فرصه جات لك لما لبست البلطو ووقفت قصاد المحكمه. كان ممكن تبقى زي ناس كتير قدروا يصمدوا، قدروا يفضلوا بني ادمين، وناس قدروا قيمه البلطو ده وتعاملوا معاه على انه شرف مش اي حد ينوله. خليها تدخل. انت ايه اللي جابك؟ عايز مني ايه تاني يا بدران؟ ايه؟ جاي تتفرج عليا ولا عايز تشمت فيا؟ سعاد، مش هو ده المحامي بتاعك؟ في ايه؟ ده اخر بني ادم ممكن اخليه يدافع عني، ولو الدنيا كلها خلصت وحياتي بقت في ايده مش عايزاها. حبل المشنقه اشرف لي بكتير من براءه تيجي من واحد زيك. بعد اذنك يا باشا هرجع الحجز تاني. كانت بتقول لي انا بذاكر البصر يا هو بالليل كتير عشان اذاكر بتاع ده اتقربت يا ريت بتسهر وبتشرب هو غير تبقى تم مخدرات مخدرات بيقولوا شمت شمه طبت ساكته على الارض قطع النفس خالص. لما فتشوا الشنطة بتاعتها لقوا كيس بودرة مكتوب عليه كلمة كانت تملي تقولها لنا الطلبة العلا. حطوها على الجهاز وحطوها على باب أوضة عسكري ويا عالم هيحصل ايه تاني. فضلك كانت بتحبك قوي يا خميس، ما تشقلبش حالها الا بعد جوازتك التانية. كانت يا عيني متشعلقة بقشاية، ولما اتقطمت القشاية وقعت على جدور رقبتها. أنا مش عارفة بقولك الكلام ده ليه، مش عارفة. يمكن تكون انت اخر نفس ليها عشان ترجع لحضني تاني. عليك العوض ومن الحب، عليك العوض ومن لك العوض يا رب. يا بنتي يا درايا. الواد ده غبي، فاكر اني مش هعرف ولا ايه؟ عايز يكوش على السوق ياخد مكاني؟
ده اكيد اتجنن. سعادتك هو خرج من المقابلة وفاكر انه قفش الليلة، ده بعده. مش هو ده بدران اللي انت كنت بتدافع عنه؟ كله بأمر ما عليك يا باشا. بس يمكن خميس ما يقصدش لسعادتك، فهمته. خميس ولا قص ولا فصل يا بدران. ده حتى البيت رمانة ما نزلتش العيل. لا ده أمرها تنزله يا باشا. يبقى يا إما هي ضحكت عليه يا إما هو بيضحك علينا. طب وليه ما تكونش نزلته فعلا يا باشا؟ فوق يا بدران. فريدة راحت للبيت رمانة وقالت لها إن هي حامل وهتخلي العيل مش هتنزله. إيه ده سعادتك؟ فريدة هانم بنفسها راحت لرمانة؟ ده معقول؟ عشان كده البيت رمانة دي خلاص خالص. وهي ذنبها إيه يا باشا؟ اسكت خالص يا بدران، مش عايز أسمع صوتك. عملت جهز نفسك، عندك شغل. جاهز وعلى المفتاح واني طيب. الساعة 7 بالظبط تكون عندي. لازم تبقى عارف اني مرضتش اروح لضوية غير علشان خاطر عيونك بس، وهو عشان تتهدى عنك شوية لحد لما نعرف نقيم ظهرنا في السوق، ولما نشوف هنعمل ايه مع النوح ده كمان وابنه، وحنلحق نهبش منه ايه ولا هناخد منه ايه. انا مش مطمن للراجل ده شو، لا هو ولا ابنه، حاسس انه بياكل من ورانا ورمينا انا وانت طعم. وحياتك لطفحهم كل اللي كلوا، بس أنا عايزك لما خميس يجيلك تاخده في عبك، ما تبعلوش، تشتري منه وبس، وتشتري منه على قد ما تقدر. أنا مش عارف أحط وش في وشه إزاي بعد اللي حصل. لا يا حبيبي، لأجل الورد بينسقي العليق، ومش وقته خالص يا أبو سنة الكلام ده. علشان ترجع كبير السوق لازم تاكل الزلط. لا ده انت لازم تهضمه كمان. وحياتك بعد ما نزيح خميس ازهلك النوح وابنه وتطلع انت وتقعد على العرش. يا بقى شبيه، انا فندق الواحة يا ريس اللي على الطريق الصحراوي ده. يا باشا العنوان مظبوط، هي شوق بشحمها ولحمها. يا باشا اعتبره حصل. شوف يا مالت، كل واحد فينا ليه ماضي بيطرده، ومهما حاول يهرب تلف الايام ويرجع يطرده تاني. كل شيء بأوانه. اللي تؤمر بيه ما عليك. الظاهر انك هترجع تلبس الجوانتي تاني وتفتكر ايام زمان. نفتكر ونلبس. رمانة غلطت اول مرة وسامحتها. انت عارف الغلطة التانية عندي بقبض روح. حصل مالك. مش عايز ألقى لها أثر لا هي ولا اللي في بطنها. عايز الحكايه دي تحصل من غير دوشه ولا شوشره. عايز اغمض عيني وافتحها ما لهاش. الحكايه دي لازم تحصل بايدك من غير طرف ثالث. فلسه الحدوته يا رمانه.